السيدة ستوتي إيمان مديرة التربية بولاية تيزمسلت. صباح الخير سيدتي الكريمة. صباح الخير مولود، وصباح الخير إلى كل الجزائريين عبر الوطن وخارجه، ونشكر قناة النهار على الاستضافة. العفو. إذن أرضية رقمية توفر دروس مصورة للتلاميذ المستويات التعليمية الثلاث، ما هي خصائص هذه الأرضية؟ ما الذي توفره من ربما جوانب إيجابية بالنسبة لإضافية كذلك للتلميذ؟ إذا ما أخذنا كذلك الأرضية التي وفرتها وزارة التربية، يعني فيما يخص الأرضية الرقمية اللي قامت بها مديرية التربية لولاية تيزمسلت، وهذه العملية هي مبادرة من طرف خلية الرقمنة لمديرية التربية لولاية تيزمسلت، يعني في ظل العملية التضامنية اللي راهي عندنا أونيفو دو لا ولاية، يعني كانت هناك مبادرات كبيرة للعملية التضامنية أونيفو دو لا ولاية دو تيزمسلت، مديرية التربية يعني تبرعات، القفاف، التضامن، توزيع الدروس المكتوبة للتلاميذ المتواجدين يعني البدء والروح في نقاط الظل، كان هذه المبادرة اللي ثاني هي ثاني يحسوا رسالهم خاصهم يديروا ثاني مبادرة باش يقربوا الدروس إلى أبعد نقطة في الولاية. دونك هذا التطبيق يعني الاسم الرسمي باش نعرفوا على هذا الموقع يعني معتمد أساسا على مفاتيح النجاح الخاصة بوزارة التربية الوطنية والمضامين والبرامج الخاصة بوزارة التربية الوطنية. الاسم الرسمي للموقع اللي أنشأته مديرية التربية لولاية تيزمسلت هو de-tiezmsilet.tz. وباش نزيدو نوضحوا هذا التطبيق، هو تصميم الموقع يعني يتلائم مع الهواتف النقالة للتابلات، ويعني نعرفوا باللي معظم المستخدمين يعني اللي يتصفحوا الانترنت يتصفحوا عبر الهواتف. يعني الموقع مصمم، كي نشوفوا الموقع يعني كي تدخل الموقع هذا مصمم في عمود واحد، يعني يسمح للزائر بالتصفح المرن والسلس للمحتوى بلا ما يتشتت ادوات اغوش. يعني مما يجعل يعني هذه الصفحة مريحة جدا، بسيطة جدا، وحتى الألوان نتاعها كي تطلع عليها يعني بيداغوجية، يعني بسيطة جدا، يعني في مستوى يعني كل أبنائنا التلاميذ يقدروا حتى من بروميير اني بريمير يقدر يدخلها ببساطة جدا. يعني الموقع مصمم بلغة جافا، باش هنا نزيدوا نوضحوا، هذه الأبليكاسيون متواجدة على كامل لي تابلات وكامل لي سمارت فون، اللي تمنح القدرة لتبسيط وتطوير التطبيقات ونشرها عبر الأنظمة التشغيل المختلفة. باش نوضحوا هنايا أنه يمكن التحميل نتاعو والنشر نتاعو ببساطة، يعني هاد لابليكاسيون هذا التطبيق تقدر توزعها، يعني نعطيك سبيل المثال سوغ واتساب، سوغ ماسنجر، سوغ ايمو، سوغ فايبر اكسيتيرا، يعني كل المواقع هذا تاع لو بارتاج، وتقدر تتحمل سوغ تابلت سوغ بي سي ولا سوغ بورتابل. نأكدوا انه المضامين الموجود داخل هذا التطبيق هو نفسه الموجود في المقرر التربوي ونفسه الموجود في الأرضية الرقمية لوزارة التربية، ولكن طريقة استعماله لكم تكون مبسطة وسهلة للتلاميذ وحتى الأولياء كذلك اللي ممكن يشرفوا على الاستعمال. دونك هنايا كي نشوفوا الموقع يعني لحد الان يعني يحتوي على 2000 حصه مصوره تم تقديمها في الموقع تاع مفاتيح النجاح، وهذا الدروس نموذجيه للاطوار الثلاث، يعني الطور الابتدائي، الطور المتوسط والطور الثانوي للسنه الدراسيه 2019-2020، وهذه 2000 فيديو غير للفصل الثالث. يعني في هذه الظروف الاستثنائيه لجائحه كورونا يعني كانت هناك تدابير يعني واجراءات استعجاليه لوزاره التربيه الوطنيه، وهنا نشيد بالمجهودات الجباره اللي قامت بها وزاره التربيه الوطنيه باش تقرب الدروس الى ابعد النقاط لابنائنا التلاميذ، وتكون يعني المدرسه داخل البيت. يعني هنايا كانت مجهودات جباره للاساتذه اللي قاموا بالتسجيلات والعمليه تاعها لنشرها لابعد النقاط. ولهنا ثاني هذه مبادره لخليه رقمنه لمديريه التربيه تيزمسلت باش نزيدوا نبسطوا العمليه ونزيدوا نقربوها يعني لابعد نقطه، وشفتوا الابناء التلاميذ اللي متواجدين في نقاط الضل.
وهنايا نقدروا نقولوا باللي الموقع هذا يعني بسيط جدا، اننا اون كات كليك ربعه ثالث كليك نقدروا ندخلوا مباشره للدرس نتاعنا. يعني اون كليك سور لو تيب، اون كليك سور المستوى، اون كليك سور الدرس اللي رانا حابينه، اي الحصه اللي رانا حابين نطلعوا عليها. والى جانب هذا يعني هذا الفضاء يعني تاع الموقع الخاص بمفاتيح النجاح الخاصه ب سمسيرت، يعني هذا الموقع ثاني يسمح لنا اننا ندخلوا الى مواقع اخرى. يعني في لاباج نتاعنا صيب اننا نقدروا ندخلوا لو سيت نتاع وزاره التربيه الوطنيه، الموقع ايضا الخاص بلونست يعني الديوان الوطني للتعليم عن بعد، وكذا يعني الاتصال مباشرة بالأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية الفضاء الخاص بالأولياء اللي اسمه ثروة. يعني بروابط بسيطة جدا موجودة في نفس الصفحة. إلى جانب هذا يعني باش أبنائنا التلاميذ يعني يكون عندهم باكجراوند موجود يعني في نفس الصفحة مكتبة اللي هي مازال مازالها يعني خاصها خاصنا نونغيشي انفور بلوس. قيد التطوير. هذا المكتبه وي في نفس لاباج، هذا لاباج فيها مكتبه متواجده فيها يعني فيها مجموعه من الى الحد الان فيها مجموعه من الصور والمضامين الخاصه بولايه كيسنسيلت، لكن سوف نطوروها اكثر فاكثر حيث تحتوي على موسوعات علميه ثقافيه جزائريه وموسوعات علميه ثقافيه عالميه وكذلك حوليات للمستويات الثلاث بالحلول نتاعها. يعني التلميذ نتاعنا يتصفح الدروس، والى جانب التصفح للدروس يكون عنده المراجع اذا عنده بحث عنده اسئله عنده انشغال، ولا حتى للقراءه يعني بشكل عام للاطلاع يكون عنده المراجع في نفس لو سيت. يعني حب يطلع عليه مباشره على سو ريزو، ولا يكون عنده تيليشارجي سور لا تابليت، دونك يكون عنده يعني مبسط جدا وكل المعلومات متواجده في نفس الابليكاسيون. بيان سور هاد لابليكاسيون ان شاء الله مازالها هاد الارضيه تزيد ونطورها اكثر فاكثر باش ان شاء الله يعني تشمل كل ابنائنا التلاميذ، واذا ربي زعما تعنا اكثر ان شاء الله نشوفوا كيفاش نتحصلوا على مجموعه من لي تابلات، واذا كاين الناس زعما تبادر في هذه العمليه اون تيليشارج هذه المعلومات وتتوزع الى ابعد نقاط ان شاء الله. يعني هذه المبادره لخلية الرقمنة الخاصة بمديرية التربية التي سلسلت يعني تكون همزة وصل لإيصال المعرفة والبرامج الخاصة بوزارة التربية الوطنية إلى أبعد نقطة لأبنائنا التلاميذ باش ما يكونش كاين إقصاء لأي تلميذ وتكون الدروس توصل لأبنائنا التلاميذ إن شاء الله عبر الوطن. أنت أثرتي نقطة جد مهمة سيدة إيمان، هي فيما يخص مساعدة التلاميذ خصوصا في مناطق الظل وكذلك أبناء العائلات المعوزة والفقيرة اللي ربما ما عندهاش إمكانيات باش تشري هواتف نقالة أو حتى لطابلات لأبنائها تلاميذ. هنا ربما نوجه نداء للجمعيات الخيرية تنشط في هذا المجال أن تكثف من مجهوداتها. طبعا احنا شفنا الجمعيات انشغلت كثيرا بمساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة من جانب الاجتماعي، وكذلك مثل ما كنا نتحدث قبل قليل توزيع الكمامات وغيرها من المساعدات. كذلك يجب أن نلفت انتباهها إلى هذه النقطة المهمة، كذلك تسعى إلى توزيع سواء لطابلات أو حتى كتب لتلاميذ خصوصا في المناطق المعوزة. ربما نقطة أخرى فيما يخص تلاميذ اللي ما عندهمش إمكانيات الولوج إلى الإنترنت، هل توفر هذه الأرضية بديل من حيث تحميلها واستعمالها فيما بعد فيما كان ما فيش إنترنت؟ وي هذا هو يعني من ضمن الإيجابيات تاع هذا الأبليكاسيون أننا ما نحتاجش إنترنت. يعني فيما يخص المناطق اللي بعيدة الأبليكاسيون تتيليشارجا يعني نقوم بتحميلها على لي تابلت، يعني اذا كان هناك محسنين او ناس جمعيه تحب تبادر بهذه العمليه نقوم مباشره ب لو تيليشارجمون تاع هذه الابليكاسيون سور تابلت. يعني التلميذ نتاعنا ما يحتاج الى لو ريزو باش يطلع على الدروس نتاعو مباشره سور لي تابلت هذه.
يعني هذا هو الجانب الإيجابي فيما يخص هذه العملية. يعني لو كان شارجمون تاعها يساعد بزاف 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 أبنائنا التلاميذ سورتو اللي متواجدين في هذه النقاط اللي للأسف ما فيهاش وسائل اتصال تكنولوجية اللي راهي متواجدة الآن. هذا هو لوبجيكتيف دو لا بروسيدور. وهي نقطة مهمة. مهمة جدا يعني احنا يعني هذه المبادرة أننا نوصل المفاهيم الخاصة بمفاتيح النجاح لوزارة التربية الوطنية بطريقة مبسطة إلى أبعد نقاط فيما يخص احنا بدينا العملية فيما يخص ولاية سنسيرف يعني إلى أبعد نقطة، لكن هذه العملية لقات صدى كبير يعني في المستوى المحلي وانتشرت يعني بسرعة، خاطر لو بارتاج نتاعها كما وضحت من قبل سهل يعني بسيط جدا. يعني تتبارتاجا فاسيلمون سوغ لي ديفيرون ريزو، يعني لقات استجابة كبيرة من طرف المستعملين. والعملية بيان سوغ راهي في البداية نتاعها يعني راهي عادة في المبادرة الأولى وهي قابلة للتطوير أكثر فأكثر، دونك ممكن يعني أي شخص يعني عبر الوطن أو خارجه يقدر فاسيلمون يطلع على هذه العملية. وثاني هذه العملية تسهل للأولياء يعني أنهم يراقبوا أبنائهم التلاميذ عبر الدروس، يعني يقدر هو ثاني يطلع على الدروس ويقدر الثاني يساعد الابناء نتاعو لمراجعه الدروس، والثاني للاطلاع على لابيزيوتيك اللي موجوده داخل الرقمنه. دونك يعني امر يعني ان شاء الله يسهل الامور والدروس لابنائنا التلاميذ، وان شاء الله نوصلوا كل التعلمات لابنائنا التلاميذ، يعني ماذا بينا يكون الامر واسع واحسن وبسيط للاستغلال. أثرت نقطة مهمة فيما يخص إشراف الأولياء على استغلال هذه الأرضية وحتى أرضية اللي وفرتها وزارة التربية، لأنه الطفل خصوصا في مرحلة الابتدائي ربما ما يقدرش ينظم نفسه لاستغلال أمثل واستعمال أمثل هذه الأرضية الرقمية، لهذا ربما النداء يكون كذلك موجه للأولياء لمرافقة أبنائهم خلال هذه الفترة، فترة الحجر الصحي، وين نعرفوا أنه التلميذ يقضي ساعات طويلة داخل البيت أو حتى إذا خرج يعني فقط يروح لباحث البيت ما يقدرش بعد. نداء إلى الأولياء أنه يرافقوا أبنائهم وحتى يحاولوا ينظموا طريقة تمدرسهم من خلال استعمال هذه الأرضية. شكرا، يعني هذه نقطة يعني أثرتها يعني مهمة جدا حقيقة، أن المرافقة في هذه الفترة بالذات يعني هذه الفترة اللي رانا دوبي لو 12 مارس التلاميذ نتاعنا ما راحوش ما التحقوش بالمؤسسات التربوية، ولهنا خصوصا أبنائنا التلاميذ المقبلين على الامتحانات. شكرا لك، شكرا لك، عذرا لانقطاع الصوت، شكرا لك.